أياً ما كانت نهاية الحرب في أوكرانيا، فإن النتيجة الوحيدة المؤكدة ستكون تغير النظام العالمي الذي تشكل قبل 4 قرون. فكل حرب كبيرة شهدها العالم أوجدت نظاماً عالمياً جديداً. فمثلاً حرب 30 سنة في القرن 17 مزقت أوروبا بين عامي 1618 و1648، لكنها في النهاية قادت إلى نظام الاعتراف الجماعي بسيادة الدول وحدودها من خلال معاهدة ويستفاليا. كذلك الحروب التي خاضها نابليون بونابرت أدت في النهاية إلى مؤتمر فيينا 1814 الذي أقر توازن القوى في أوروبا وأعاد رسم الخريطة السياسية للقارة. وبانتهاء الحرب العالمية الأولى سقطت الإمبراطوريات الألمانية والروسية والنمساوية والمجرية والعثمانية، ودعم حق تقرير المصير للشعوب، وظهرت حينها عصبة الأمم في العام 1919. أما الحرب العالمية الثانية فقد أدت عام 45 إلى تأسيس منظمة الأمم المتحدة، وشهد العالم نظام القطبين الدوليين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. لكن الحرب الباردة بين هذين القطبين انتهت، ومعها سقط جدار برلين، ومعها انهار الاتحاد السوفيتي، واتجه العالم إلى نظام الأحادية القطبية الأمريكية. وسرعان ما تأكد التفرد الأمريكي في حرب عاصفة الصحراء عام 91، وحينها دعا الرئيس بوش الأب إلى نظام عالمي جديد. تلتها حروب بوش الابن تحت عنوان بناء الأمم ونشر الديمقراطية وإقامة شرق أوسط جديد، لكنها انتهت بانتقال العالم إلى تعدد الأقطاب، لا سيما بعد حرب العراق وبعد صعود الصين وبعد عودة روسيا. أما الحرب الأخيرة في أوكرانيا فتمثل صراعاً جديداً بين أقطاب العالم الشرقي والغربي، صراعاً قد يعيد ترتيب نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، تكون فيه روسيا شريكة للصين في مقابل أمريكا وأوروبا مجتمعين.